يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. راح نقسم محاضرتنا اليوم إلى عدة أقسام، كل سؤال راح نخليه بقسم خاص. يعني راح نبلش هسه بسؤال على التوازي، وراء الجزء الثاني سؤال على التوالي، الجزء الثالث سؤال توالي توازي. واضح؟ يعني في هذا الخبط راح أتعلم شلون نحل الأسئلة، وفق المجموعة الثانية إذا أكو توالي وتوازي وماكو عازل، ماكو عازل، يعني الشغل قبل إدخال العازل. واضح؟ شغلنا قبل إدخال العازل. شو تقول المجموعة؟ مراجعة سريعة. أولا يجب أن نستخرج شنو؟ CEQ حسب الربط. وراها ثانيا إذا عندك Q total استخرج دلتا V total. إذا عندك دلتا V total استخرج Q total. واضح؟ وفق القانون الذهبي، من نجيبه؟ القانون الذهبي. شو يقول القانون الذهبي؟ CQ يساوي لنا Q total على دلتا V total. شنو عندك Q؟ طلع دلتا V. عندك دلتا V شو طلع Q؟ حسب معطيات السؤال. ثالثا هسه راح نسولف، يقول له سولف مع السؤال. هسه راح اصير سوالف، يقول له ربطك توازي لو توالي. اذا قال لي توازي شو اقول له؟ اقول له فرق الجهود ما تكشبيهن مساويه. واضح؟ اذا فرق الجهود مساوي لازم نستخرج الشحنه لكل متسع. شنو قانون الشحنه؟ سي في دلتا في. شنو قانون الشحنه؟ سي في دلتا في. اذا وان نحط وان، اذا تو نحط تو، الى اخره. اذا قال توالي توالي، اقول له يابا ترى الكيو ما تكشبيها مساوي ويساوي كيو 1 ويساوي كيو 2 والى اخره. يعني سبب التوازي فرق الجهد مساوي، بالتوالي الشحنه مساويه. اذا الشحنه مساويه لازم نستخرج فرق الجهد لكل متسع، دلتا في 1 دلتا في 2 الى اخره. شنو قانون فرق الجهود؟ هو كيو على سي. كيو على مو سي على كيو، كيو فوق، دائما الكيو فوق. هذا 1 هذا 2 والى اخره. كم متسعه؟ اخر شيء نتحقق. واضح؟ للتحقيق. اخر شيء للتحقيق، للتحقيق بالضبط. نجمع اذا احنا مطلعين شحنه، نجمع يعني كل متسعه، نجمع شلون حتى نطلع الشحنه الكليه؟ نجمع الشحن كله، او نجمع فرق الجهد. فرق الجهد اللي هو دلتا في توتال مجموع فرق الجهد كله. واضح؟ للتحقيق لازم هاي فرق الجهد يساوي فرق الجهد المعطى او المستخرج، او الشحنه تساوي الشحنه المعطاه او المستخرجه. واضح؟ يعني لازم مساويات. اذا مساويات فحلنا مضبوط، اذا ما مساويات لازم نراجع الحل مالتنا، اكو عندنا خطا. اخر شيء نقول له هسه نباوع، هسه نباوع على السؤال، يعني هسه نباوع. اذا طلب البي اي استخرجه. البي اي قانون البي اي يساوي لنا نصف كيو في شنو؟ في دلتا في. يبقى عندك اذا اكثر من متسعه 1 1 1 2 2 2 والى اخره، 3 3 3 والى اخره. تمام؟ هاي المجموعه مالتنا نطبقها شو وقت؟ اذا عندي توالي او توازي وماكو شنو؟ وماكو عازل. احنا قلنا من البدايه احنا راح نتعلم مجموعه نحل على مود نحل، ناخذ ايدينا على الحل، وراها من نفهم الحل اوكي، نفهم القوانين، نحفظ القوانين، ايش راح نسوي؟ راح نعوف المجموعات، نروح نحل اسئله بدون مجموعات. يعني مبدئيا على المجموعات. مثال موجود بالكتاب، اربع متسعات حسب الترتيب. شنو الترتيب مالتهم؟ 4 مايكروفارات، 8 مايكروفارات، 12 ب6. نجي نرتبهم. 4 مايكروفارات، 8 مايكروفارات، بعد 12 مايكروفارات، و6 مايكروفارات. الخطا وين؟ هسه راح نعرف الخطا وين راح يساعدنا. الخطا انه طلاب تجي على السريع تقول هاي C1 هاي C2 C3. خطا. الكتابه مالتنا مكتوبه باللغه العربيه لو بالانجليزي، هذا الارقام بالانجليزي. القراءه بالانجليزي تكون مين؟ من اليسرى لليمين. فمن يقول لي حسب الترتيب لازم انا اعرف الترتيب انه من هنا يبدي C1 وبعد C2 و C3
وسي 4. اذا عكستها يعني هاي راح تصير سي 1 وهاي تصير سي 2، يعني تخربط، طلع الحل خطا، واضح؟ طلع النواتج كلها خطا. زين، بعد ايش فيها؟ نرجع للسؤال، مربوطه على التوازي. شنو الربط مالتنا؟ توازي، هذا الربط توازي. فيها بعد ربطت مجموعه بين قطبي بطاريه، فرق الجهد بين قطبيها 12 فولت، فرق الجهد دلتا في توتال، الناطيه دائما توتال، مال البطاريه دائما توتال، تمام؟ نقول لي فرق الجهد مال البطاريه يعني ها فرق الجهد الكلي مال البطاريه مال الدائره كلها. احسب، عوف الاحسب، عوف الاحسب. اكو عطابه مال عازل، شفتوا عازل؟ اكو عازل بالسؤال؟ ماكو عازل. قال لي كلمة عازل؟ ماكو. السؤال توالي وتوازي، مو صح ولا؟ وماكو عازل، إذا هاي المجموعة مالتها المجموعة الثانية. شو تقول؟ أولاً نستخرج السي كيو حسب الربط. حسب شنو؟ الربط. شنو الربط مالتنا؟ توازي، هذا الحل. شنو الربط؟ توازي. شنو قانون التوازي؟ سي كيو يساوي لنا سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 زائد سي 4. مو شي؟ اللي يطبق رأسا يكتب لي أرقام بيصل، لازم تكتب القانون، يلا تطبق الأرقام. السي 1 4 زائد 8 زائد 12 زائد 6، ركز وياي، 20 صح؟ 10 30 30 مايكرو فاراد. بعد شوف السؤال مالتك، إذا نطاك كيو توتال استخرج دلتا في توتال، إذا نطاك دلتا في توتال استخرج كيو توتال، من القانون الذهبي. هسه احنا ايش راح نسوي؟ نكتب القانون الذهبي. القانون الذهبي سي كيو يساوي لنا كيو توتال عليه من على دلتا في توتال. زين، نروح نشوف السؤال، ايش ناطينا هو بالسؤال؟ دلتا في توتال. لازم انا ايش استخرج؟ كيو توتال. انا لازم استخرج هاي الكيو توتال. فايش راح نسوي؟ وسطين طرفين. اذا الكيو توتال تساوي لنا سي كيو في دلتا في توتال. واضح؟ اذا تريد قبل تكتب هذا القانون، قول انا قبل اكتب القانون، انا اعرف الكيو هو سي في دلتا في، بس توتال نحط توتال. اذا الكيو توتال تساوي سي كيو، ايش قد طلعت عندنا؟ 30 في الدلتا في توتال، ايش قد عندنا؟ 12. زين، الصفر خليه ينزل، هذا الصفر نزل، 3 في 2 6، 3 في 1 3. شنو هذا؟ مايكرو كولوم للشحنة. زين، هسه سولف ربطك توازي لو توالي، ايش قال ابو السؤال؟ ربطه شنو؟ توازي. شو اقول لك؟ اقول لك بما ان الربط توازي، فإن بما أن الربط توازي فإن دلتا في توتال تساوي دلتا في 1 وتساوي دلتا في 2 وتساوي، والنوقف والنوقف للرابعة، واضح؟ والنوقف لحد 4 ويساوي دلتا في 4، قد دلتا في 12 فولت، واضح؟ 12 فولت. إذن فرق الجهد كلهن شبيهن، متساويات، مال ايش كم متسعة؟ مال 4. هسه إذا فرق الجهد متساوية، شو نسوي؟ نستخرج الشحنة لكل متسعة، نستخرج الشحنة لكل متسعة، نستخرج الشحنة علما لكل متسعة، ليش؟ لأن فرق الجهد شبيه ثابت. يلا، الشحنة لكل متسعة Q1 وQ2 Q3 Q4، كم متسعة أنا عندي؟ أطلع أربع شحنات لكل متسعة، كل متسعة شحنة. إيش راح يصير؟ شنو قانون الشحنة؟ C في دلتا V، C في دلتا V، C في دلتا V، C في دلتا V. هذا قانون الشحنة، هذا قانون شنو؟ الشحنة. إذا 1 نخلي 1، إذا 2 نخلي 2، إذا 3 نخلي 3، إذا 4 نخلي 4. خلينا نتفق على شغلة، بأنه فرق الجهد شبيه كلهن؟ مساويات. ايش قد فرق الجهد؟ 12، هذا 12، هنا 12، هنا 12، هنا 12. فرق الجهد كلهن مساويات.
واضح؟ فرق جوش بيه كلهن مساويات، كلهن 12. السي 1 ايش قد؟ 4. السي 2 ايش قد؟ 8. السي 3 ايش قد؟ 12. السي 4 ايش قد؟ 6. نزلت السي ويساوي 4 في 2 8، لا العفو، 4 في 2 8، 4 في 1 4. تمام. مايكرو كولوم، مايكرو شنو؟ كولوم. ويساوي 8 في 12 او 8 في 2 16، 8 في 1 8 1 9. مايكرو كولوم. تمام. بعد 12 في 12 144، مايكرو كولوم. بعد 6 في 12، 6 في 12 72، مايكرو كولوم. زين، للتحقيق على مود نتحقق من الحل، بس اذا تسويها واذا ما تسويها بكيفك. للتحقيق كيو توتال تجمعهن، مطلعه التشرحله يكون متسعه، تجمعهن بالاخير. ايش قد هاي؟ 48 زائد 96 زائد 144 زائد 72. خلينا نجمعهن بالله. 48 زائد 96 زائد 144 زائد 72. يلا هنا عندنا 6 ب 6 12، 12 ب 8 20، 0 باليد 2. هنا عندي 11 صح؟ 11 ب 9 20، 20 ب 6 26، 2 ب 1 3. إذا ايش راح يصير عندي؟ 360 مايكرو كولوم، 360 مايكرو كولوم. هذا شنو هذا؟ هذا الكيو توتال اللي هو طلع نفس هذا اللي قبل شوية استخرجناه. طلع المساويات لو مساويات مساويات، إذا طلعت مساوية معناها شنو؟ حله مضبوط. واضح؟ الحل شبيه مضبوط. هذا السؤال على اليمن على التوازي، بس انتبهوا لي. هسه مباوع، هسه نروح للمجموعة مالتنا. هسه مباوع إذا طلب البي استخرج، هسه مباوع على المطالب. نجي للمطالب، أولاً احنا أنا حليت السؤال بدون مطالب، بدون مباوع على المطالب، صح ولا لا؟ حلينا السؤال بدون من مباوع على اليمن على المطالب. هسه مباوع على المطالب. أولاً يريد السعة المكافئة سي كيو. اولا يريد السعة المكافئة، هاي اولا لازم نرقم المطالب ملعوف هيك. ثانيا يريد الكيو في كل متسعة، الكيو في كل متسعة، الكيو في كل متسعة، هاي ثانيا. بعد ثالثا يريد الشحنة الكلية في المجموعة، الشحنة الكلية، هاي الشحنة الكلية استخرجناها، او هاي هنا انا مستخرجيها بكيفكم، هاي او هاي نفس الشيء. زين، واحد شيء يقول انا بيعجبني اتحقق، واحد يقول ما يعجبني اتحقق، هذه ما يعجبني اتحقق من الحل. شلون بهالحاله؟ هو ثالثا يريد كيو توتال، سهله هاي، يصير كيو توتال هاي ثالثا. زين، عادي يصير ثالثا قبل ثانيا، عادي، مو مهم الترتيب بالحل بالفصل الاول، باقي الفصول مهم الترتيب، باقي الفصول مهم، بس بالفصل الاول عادي نقدم ونأخر بالخطوات. تمام. هذا السؤال الاول، على من هذا؟ على التوازي.